السلام عليكم. مازال 13 يوم على الكوب دافريك، ثم منتخبات قصدت ربي يا معلم وموجودة توا في الكامرون، وإحنا إلى حد الآن مازال الغموض سيد الموقف. في كل يوم يزيد يتعدى، نورمالمون الرؤية تزيد توضاح، لكن هذا مش قاعد يصير. على سبيل المثال بديناها بالقائمة متاع 18 لاعب واللي تنحى فيها الحارس معز حسين، وبعض الأخبار تقول إنه اللاعب أو الحارس المرمى باش يعاود يرجع يلعب. بعد نهارين بالضبط إقالة مساعد المدرب عادل السليمي، قلنا على الأقل كي انتوما قاعدين تبلبزوا رانا فايقين بيكم، اللي انتوما قاعدين تبلبزوا تمشيشوا في بالكم راقدين على ودنينا. قلنا أموا خرجونا خويا وعبرونا بكلمتين، بلفتونا بكلمتين، أموا نحسوا برواحنا إنه المنتخب ملك الجميع حتى بالكذب، مش ملك وديع الجريب. قلتها مرة واثنين والعشرة، وديع الجريب صراحة عنده نقطة قوة قوية برشا، وهي الكومينيكاسيون. يعرف يقنعك السيد عنده في مخه، لكن نعاود نقولها المصلحة الشخصية متاعو تغلب وتغاط على المصلحة متاع المنتخب. رئيس جمعية مش رئيس جامعة، رئيس جمعية وقت اللي الجمهور يثور شوية يخرج ويحكي ويقول رانا عملنا الحاجة الفلانية وعملنا الحاجة الفلتانية وعملنا هذيك وباش نعملوا هذية. سي وديع الجريء يعمل اللي يظهر له وما عم باله بحتى عاد تحكي معاه كلمتين، يمشي كالعادة يجري للفيفا. والسيد قلتها ونعاودها متحنش بيهم، يا حمد الله عليهم وفرحوا يا رجال وزغرتوا يا نساوين كي عبرونا وقدرونا. وخرجنا اليوم سيموند الكبير وحب يقنعنا بالقائمة متاع 18 لاعب. يا سيموند رانا في بالنا بيك تبلفت فينا، اما رانا مناش للدرجة هذه سذج. انت الكلام اللي حكيته اليوم احنا فكرنا في كل شيء الا الكلام اللي حكيته ما فكرناش فيه وما حكيناش فيه. علاش؟ على خاطر ما يدخلش للعقل. سألوه اليوم علاش قدمت الدعوة ل 18 لاعب، يعني قائمة ب 18 لاعب فقط، والجواب كان من صنف العمل. وكالعادة سيموند الكبير أقنعني اليوم، أطربني بالأجوبة متاعه. قال قدمت الدعوة ل 18 لاعب على خاطر تعلمنا من الأخطاء السابقة. الحمد لله كي تعلمنا من الأخطاء السابقة. وشنية هي الأخطاء السابقة؟ قال على سبيل المثال مونديال العرب قدمنا قائمة كاملة وبعد طلعوا فيها من لعبية مصابين. زال رو هو رو مش كان السبب هذا اللي خليه أعلن على القائمة تاع 18 لاعب، ثم أسباب أخرى وهنا جايينها، لكن باش نجاوبوك على النقطة هذه. توا أنت قدمت الدعوة ل 18 لاعب وما قدمتش ل 28 لاعب القائمة اللي مسموح لك بها في الكاف. توا كي قدمت الدعوة ل 18 لاعب خويا وكي يطلع فيهم لعبية مصابين، لو انت قلت ما نقدمش الدعوه ل 28 لاعب الخاف لا يطلع فيهم لعبيه مصابين كيف ما صار في مونديال العربي. وكي قدمت الدعوه كان ل 18 لاعب، هكا 18 لاعب كي تطلع فيها ملعبيه مصابين. وهذا نعاود نقول لك ما هواش جواب مقنع كالعاده، حبيت اتبلفتنا على خاطر يقول القائل كنت تنجم تقدم الدعوه ل 28 لاعب أولية، قائمة أولية وقابلة للتغيير أو بالأحرى قابلة للتعديل. كيف كيف؟ قال قدمت الدعوة ل 18 لاعب فقط على خاطر مازال عندي الوقت وثم جولة قبل ما نبعث القائمة النهائية للكاف باش نزيد نتفرج أكثر في الملعبية. مانيش عارف أنا هي الجولة اللي يحكي عليها، ومن بعد ما نتفرج فيهم باش يكون القرار متاعي صائب 100%. اخويا سيموند الكلام اللي حكيته اقنعتني كبياري ماين، اقنعتني. اما يا اخويا شو مع الجماعه كان اقنعته، وما يذنوبي الكلام اللي حكيته كان باش تقنعهم. يعني انت تحب تفسر لنا، تحب تقنعنا انك عندك من الشخصيه وعندك من القوه وعندك من الجراه باش في جوله وحيده تقيم الملاعبيه ومن بعد تختار منهم شكون اللي في فورما تقدم له الدعوه وشكون اللي طايح ما تقدملوش الدعوه. وحتى لو كان انت تفكر كيف هكا راهو التخمام متاعك غلط، على خاطر من سابع المستحيلات وما تجيش جمله واحده باش تقيم لاعب من جوله واحده. هذه حاجه. حاجه اخرى معلم، بالك عندنا البرازيل احنا وما في بناش، بالك عندك 200 و300 لاعب ينشطوا في اوروبا باش تبدا تقيم الجوله الاخيره، تنقي هذا وتنقي الاخر وتختار هذا وتبدا تلوج على الملاعبيه التوب. يا معلم عندك 5-6 ملاعبيه يكونوش اون باس، يكونوش في تحت الارض، يكونوش راقدين ما يعيطوا لهمش
انت باش تعيط لهم باش تعيط للمنتخب على خاطر ما عندكش بديل. ورانا قاعدين جوست نحكيو ونلخصوا ونفسروا في الكلام اللي قاعد تحكي فيه لا اكثر لا اقل. يعني وهبي الخزري لو جوله من الجولات اللي تحكي عليها منتي والمدرب يا اخويا ما قدملوش الدعوه، ولا وهبي الخزري كان أسوأ لاعب على ارضيه الملعب، تقول ليه ليه ما حشيش بيه هذا الفورمه نتاعو طايحه، ولا لاعب موسم كامل ملعب حتى مقابله يجيك في الجوله اللي تحكي عليها انت، ولا عيرود السيد ماركا 4-5 بونتوات، شنو باش تقول هذا هو العصفور النادر؟ ريت يا منظر الكبير اعرف شنو تخرج من فمك قبل ما تتكلم. موقع فوت ميركاتو الفرنسي الموقع الشهير حكى على موضوع توزغار وثم امكانيه عودته للمنتخب التونسي، وثم مفاوضات بينه وبين إدارة المنتخب على عودته باش يشارك في كأس إفريقيا 2022. يوان توزغار عمره 36 سنة والأبيانتو 36 سنة، الموسم الحالي مع فريقه مسجل 2 أهداف، اعتزل دوليا عنده 3-4 سنين. ملاعب مسجل لك 2 أهداف في بطولة مشيله وتحب تتفاوض معه، أنت تحب تتفاوض معه والسيد مازال يفكر نقبل ولا ما نقبلش يا معلم؟ راه مسجل 2 اهداف. قول لي زلاتان ابراهيموفيتش كا اكسبسيونيل خويا العزيز، عمره صحيح 40 سنه ورجع المنتخب نتاع السيد، لكن وين يكور حاليا؟ يكور في اسي ميلان خويا العزيز، هذه حاجه. حاجه اخرى مسجل 7-8 اهداف، يعني عمره 40 سنه ومع اسي ميلان يلعب كاساسي ومسجل 8 اهداف. من حقي خويا باش نكلمه ونقوله ارجع للمنتخب يا خويا مازلنا حشنا بيك. اما تقول لي توزغار هو الموسم الفارط مسجل 14 هدف، شهرني في الموسم الفارط مشي على روحه واحكي لي حسنا شنو يعمل مع النادي نتاعو مسجل كان 2 اهداف. يعني انت باش تعيط لي توزغار وهو مازال يفكر؟ خويا هاكا سيف الدين الجزيري والتوزغار مع النادي الفيقي شنو يعمل له؟ ما لعب ماتش وضرب مليار ولا زوز وقطع مع ليكيب ناسيونال كيف كيف. السيد شنو يعمل الملاعبي هذاك مش نتاع افريك، تحب ولا تكره حشنا بملاعبي حربي، والبوست اللي باش تعيط له فيها هو خويا عيط لسيباستيان تونكتي صحيح ما يلعبش افون سونتر، اما خويا نعيط لملاعبي صغير ويحب المريول نتاع ليكيب ناسيونال، وما نعيطش لملاعبي والله العظيم حتى كي باش نهز بيه الكوب دافريك وهو متكبر علينا يا معلم. في الختام ثم برشا كلام على اسماعيل الغربي ان شاء الله في الفيديوهات القادمه باش نحكيوا عليها، وفيديوهات خليونا نقولوا ايجابيه وتفرح وبالملموس باذن الله. وفي الختام كالعاده حظ موفق للمنتخب التونسي في الكاميرون 2022، حظ موفق للمنتخب التونسي في المقابله الفاصله المؤهله لكاس العالم، وان شاء الله وباذن الله وعدنا ثقه في المنتخب باش نلقاوها في قطر 2022. وفي الختام كالعادة البياري يقول لكم تحيا تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وما تبقى كان باش نقول لكم سلام.